نتحدث عن أبرز ما ورد في هذه الكلمة والتطرق إلى أهمية تعزيز البيت العربي والبيت الخليجي. طبعا هذه الكلمة بتمثل ملخصا، يعني يعبر عن مخرجات هذه القمة المهمة التي تأتي، والعالم العربي يمر بمنعطف تاريخي خطير جدا يتطلب توحيد الجهود، وخصوصا الدول الخليجية التي تمثل اليوم العمود الفقري لهذا العالم العربي بما تملكه من أمن واستقرار وخطوات تنموية يشهد عليها الجميع. هذه الكلمة توجز هذه القمة وتؤكد أهمية تنفيذ وتطبيق الرؤية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين منذ سنوات، وهي استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية الخليجية والتعاون في المنظومتين الدفاعية والأمنية وتحقيق رفاه الشعوب الخليجية ومن ثم الشعوب العربية، تأكيد أهمية أن تكون السياسات الخليجية سياسات ذات أطر موحدة، وهذا ما سعى عليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما قام قبل هذه القمة بجولة خليجية استهدفت أولا وضع إطار عام للعمل الخليجي، استدعاء التحديات التي تواجهها دول الخليج، وضع خطوط عريضة للعمل المستقبلي الخليجي، وخصوصا أن مجلس التعاون الآن يستشرف العقد الخامس من عمره، وهذا العمر الطويل والتجربة العريضة يمكن لم تتوافر لكثير من منظماتنا الإقليمية في عالمنا العربي.